النهارده عايزين نبدأ نبرمج ونصمم شاشة الكاستمر ونخلصها. نخلص شاشة كاملة وتضغط عليه الحذف. ويا ريت فيها دوت عايز، بس ده فيها جدولين بطريقة مختلفة. يعني شاشة الكاستمر اهي، شاشة جدول الكاستمر اهو مرتبط بيه. جدول مين؟ كاستمر فون. طب اشمعنى انت قلت لي بصيت للكاستمر فون مع العلم هو مرتبط بيه الترانزاكشن اللي هو اقساط البيع، مع العلم مرتبط بالفاتوره؟ اقول لك لا، وانت بتسجل بيانات الفاتوره، بيانات العميل، وانت بتسجل بيانات العميل، هل وانت بتسجل بياناته اول مره هتسجل له اقساط؟ لا. هتسجل له فواتير؟ لا لسه. بس هتسجل له تليفون؟ فبالتالي عشان كده بصيت لك للاثنين دول. هنعملهم جدولين، الجدولين دول في الشرح، الجدولين دول في الشرح. واحد يقول لي ماشي، يبقى فهمتوا ليه انا اخترت الفون بالذات؟ عشان من نفس البيانات وانت بتسجل اول مره. خلاص، من نفس البيانات انت بتسجل اول مره. قال لي تمام، فهمنا الموضوع. طب دلوقتي هتيجي تبص هتلاقي مشكله. اما تيجي تسجل بيانات العميل اللي هنا، رقمه، اسمه، وعنوانه، والرصيد بتاعه. رقم العميل بيتسجل كم مره؟ الكود بتاعه مره واحده، واسمه وعنوانه ورصيده مره واحده. طب تليفونه؟ لا، ده ممكن 3 4 5 6 صح ولا غلط؟ تليفون واحد اثنين. يبقى انت كده عندك بيان بيتسجل مره وبيان بيتسجل كذا مره. طب حته البيان بيتسجل مره دي مش مستاهله تكست عادي على الشاشه. يعني ايه تكست عادي على الشاشه؟ الشاشه بتاعتنا هتترسم بالطريقه دي. الشاشه اهي، ده التصور بتاعنا. لو حد ليه تصور تاني ماشي. ادي رقم العميل، الاسم، العنوان، لا الرصيد، حتة التليفون هيعمل كده، رقم التليفون، النوع. حلو. بعد كده هنروح منزلين قايمة لستة كده. اشمعنى قلت لستة؟ هو العنصر ده بيشيل كام قيمة؟ واحدة بس. القايمة كذا قيمة، عشان كده عملت القايمة مع التليفونات. ايه القايمة؟ اللي هي زي لسه، اللي هي زي كومبو بوكس بس مفتوحة. مفتوحة على طول؟ مش لازم انت تفتح الكومبو بوكس، في كده. ايوه وفي كده، دي مفتوحة على طول. يعني هنا لو ذكر وجواها انثى، لا هنا ذكر انثى وظهر، مش لازم انت تدوس عليه. فاهمني؟ فانا هعملها كده. قال لك هضيف رقم، اكتب التليفون واكتب النوع، واروح دايس انتر، تروح متضاف هنا التليفون، هنا النوع. بعد كده رحت ايه؟ دوست تاني، سجلت تاني رقم تليفون النوع تاني، اوتوماتيك يروح مسجل واحد اثنين. افرض حذفت ده، اوتوماتيك يتحذف ده. يعني هنا هيتسجل مثلا محمود 010 كذا، منزل 02 كذا. حذفت المنزل يتحذف من هنا. علمت على ده، اتعلم قصاد. علمت على ده ازاي نعمل؟ الاثنين جنب بعض. دي ازاي؟ هي اللعبه في الحته دي. بعد كده الراجل يدوس اضافه، يروح ماسك ايه؟ كل البيانات دي يضيفها. دول يضيفهم بيان جدول العملاء، ودول يضيفهم في التليفون. عشان عندنا جدولين، جدول العملاء وجدول التليفونات. الجزء اللي فوق يضاف في العملاء، الجزء اللي تحت يضاف في التليفون. وهنعمل تحديد وحذف جنبها. خلاص. بص يا ياسمين على اي جهاز. بس بصي الرسائل دي دوسي نوت. هنصمم الشاشة بقى اهو. بروجكت، عايزين بروجكت اد نيو ايتم. عمر ما هتظهر قائمة بروجكت وانت فاتح الداتابيس. محتويات قائمة بروجكت مش هتظهر وانت فاتح الدايجرام. لازم تقفل كده وتروح اعمل بروجكت اد نيو ايتم او اد ويندوز فور، وتروح مسميها فورم كاستمر، وتروح دايس اد. اي فورم هتلعب في اربع خصائص او ثلاث خصائص. كليك يمين بروبرتس. اول حاجه التكست، الشاشه الخاصه ببيانات عملاء الشركه. بعد كده الباك كولر،
لون يكون هادي. بعد كده الفونت، في فونت هنا اسمه جراديشنال اعتقد، ده فونت حلو. ادي الشاشة. اول حاجة هنروح بصين لقاعدة البيانات بتاعتنا. ادي الكاستمر فيها كام حقل؟ اربعة. كليكتين على جدول العملاء، هل حقل الكاست اي دي كنا عاملينه اوتو نمبر؟ لا. معمول اهو، يبقى ما يتحطش معانا من ضمن الحسبان. يبقى كام حقل؟ ثلاثة. تمام، يبقى ثلاث حقول. هروح منزل كده طالما عامله اوتو نمبر. ادي ليبل، ادي الثاني، ادي بتاع الرصيد الثالث. تمام، اف 4 كود العميل او اسم العميل. هنا العنوان، هنا رقم التليفون. عايز تكبر الخط شوية، ادي الفونت خلي 14. ادي اسم العميل، هروح منزله تكست. يعني بترتب، يعني مثلا لما ادوس كام؟ ماشي، العنوان اهو، العنوان عايزينه كبير، يبقى ادوس على السهم ده اهو، مالتي لاين. مالتي لاين دي عشان يقدر توسعه من تحت اهو، يعني يقدر ياخد اكتر من خط زي النوت باد كده، تكتب فيه كده اهو وتكتب، تقدر تنزل فيه. اما التكست انت شايفه ده اهو، لو دوست انتر خلاص ثبت القيمه اللي دخلت، مش يقصد انك تنزل تحت. خلاص؟ طب ماشي، افرض عقبال ما كل منزل، يعني هنا عندي في النوت باد لو صغرتها شويه كده ظهر ايه؟ سكرولنج. ولو عملتها كده اهو، دي بيعملها، لا ساعات بتظهر سكرولنج هنا، صح؟ اعملها ازاي؟ اقف عليها كده اف 4، هتلاقي سكرول بار واختار بوس، يا اما يمين بس اللي هو فيرتيكال، يا اما هوريزونتال بس، يا اما الاثنين. انا عايز الاثنين. رقم التليفون، في حاجه هنا اسمها بالتليفونات ماسكت تكست بوكس، يمكن دي جديده. ماسكت تكست بوكس، ايه ماسكت تكست بوكس دي؟ تكست تقدر انت تشكل القيمه اللي تدخل جواه. يعني انا اسالك سؤال، ينفع تدخل هنا رقم التليفون اي بي سي؟ لا. خلاص، هو ده رقم التليفون الشكل المتعارف عليه كده، صح؟ بص يا ياسر، رقم التليفون ده 3 و11 خانة، ولا مش عارف 3 0 10 و9 خانات، باين 9 خانات، صح ولا غلط؟ متعارف عليه كده. قال لك طب انا عايز اخليها بالشكل ده عشان حتى الراجل ما ينفعش يكتب ازيد، حلو، ولا ينفع يكتب حروف فيها. طب اعملها ازاي؟ بص التكست ده، التكست ده في امكانيات كتير. دوس على السهم ده، ست ماسك، ست ماسك. بص عندك نوميرك بكام خانه؟ يعني ما ياخدش غير ارقام خمس خانات، وغير ارقام لو الكيبورد كتبت حروف ما يرضاش. طب واحد يقول لي طب انا عايزها ست خانات، خلاص زود صفر، مش هقول لك لا. واحد عايزها اتنين، زود خليها اتنين، وما يبانش غير ارقام بس. عندك فون ايه؟ على شكل التليفون اهو، تلاتة نفس عددنا، صح ولا غلط؟ اهي بالتنسيق ده. عندك فون نمبر نو اريا كود، يعني بدون الاريا كود، بدون 02 و 03، فاهمين؟ عندك ايه؟ شكل الايه؟ شكل التاريخ اللي بنشوفه على النت، صح؟ وما يكتبش غير تاريخ، شكل برضه تاريخ بتاع بالساعة اللي هو بتاع أمريكا، شكل السيريال نمبر، السيريال نمبر اللي بنشوفه في الاسطوانات اهو، شكل التايم، ايه؟ اهو اهو اهو، اول ما اهو بصي
اهو والله اه عرضولي على المنطقه كلها خلاص. شكل التايم الوقت، شكل هنا برضو الوقت، شكل اللي هو البلد بتاعت المدينه دي كاستوم انت تعملها انت على مزاجك. احنا عايزين فون ايه اهو، وتروح دايس اوكي اهو. ايه طب ما هو طب ما هو 11. طب هنا بص 0 100 لا زود 9 كده اهو خلاص. ادي رقم التليفون. هو بيظهر بالطريقه دي بالطريقه دي، عشان لما بنظهر بقى نعمل له تكتب عادي هتلاقي هو اوتوماتيك بيزيح زي زي في الويب. عد الاربع اثنين اللي بعده خلاص. تيجي حاجه ده اسمه ايه، ماسكت تكست بوكس. ماسكت تكست بوكس بعد كده عايزين نتعامل مع التليفونات. قال لي اول حاجه التليفون هتلاقي كومبو بوكس اهي، كومبو بوكس. ليه؟ هنروح فاتحينه كده ونحط محمول، منزل، فاكس، مكتب، وروح دايس اوكي تمام. بعد كده اروح منزل تكست بوكس. فين تكست بوكس؟ اهو اللي هو الرقم التليفون. طب واحد يقول لما تنزل ماسكت، المشكله ان المحمول في 0100 كذا صح، والمنزل 8 خانات والمحمول 11، فهتعمل معاك الحته دي. لا ممكن تنزل اتنين ماسكت، لو اختار محمول يظهر التكست ده، لو اختار غير محمول يظهر التكست ده. اه فاهمينها؟ يعني مثلا اهي خليها تعمل حاجه تظهر، وبعد كده لو احنا احتلناها تظهر، ما احتلناهاش يعني مثلا نزل الماسكت اهو، ادي اول ماسكت هروح مظبطه كده على اساس ان فون نمبر للتليفونات اهو، ده فون نمبر بتاع التليفونات. بروح منزل ماسك التاني واختار سيت ماسك بس فون نمبر العادي اللي هو ده. ده كام خانة كده؟ سبعة. هم احنا 8 صح؟ اهو ماشي. وخلي كمان الزيادة اللي احنا زودناها دي خليها في الاخر، ده اسمه سيت ماسك. بتظبط التكست القيم اللي تدخل جواه بالطريقه اللي انت عايزها. اما ده دخل زي ما تدخل اللي يعجبك، والنبي لو دخلت ايه هيقبل اي حاجه. هنروح عاملين بعد كده التليفون هنا، هكتب نوع هنا، رقم التليفون اهو. عايزينها كده اهو. ورقم التليفون هنا، رقم التليفون ده بقى كده اتنين، والاتنين هيتحطوا على بعض يعني كده بالظبط، او دي على دي اللي انت عايز، مش هتفرق معايا اهي كده اهو. اهو لو اختار محمول يظهر التاني، لو اختار غير محمول يظهر التاني، فاهمين؟ تبقى كده اهو. تعالى بقى نشوف هتتعمل ازاي. سيف قبل ما نخبيهم على بعض، ده هنسميه من النيم، هنسميه من النيم تي اكس تي موب، وده تي اكس تي هوم اهو. خليهم قد بعض بس، اعتقد كده قد بعض اهو. ودي كده خلاص. اروح منزل اتنين ليست بوكس. الليست بوكس اهي فين؟ ليست اهي، ليست بوكس ادي واحده للنوع، وادي واحده تانيه للتليفون اهي، واحده للنوع، واحده للتليفون.
المفروض انا عايز اعمل ايه بقى؟ اروح منزل زراير اضافه وتعديل وحذف وبحث، اضافه وتعديل وحذف وبحث، اهو فين اربع زراير. ممكن تروح عامل كده من بروجكت اد نيو ايتم ويندوز فورم يوزر كنترول، ايه يوزر كنترول، تروح دايس اد هنسميها يوزر كنترول باتون اهي، تروح عاملها كده وتروح منزل اد زرار اتنين تلاتة أربعة. هقول لك تجيب ازاي، هنا إضافة أو ساعات بنعملها كده سجل جديد حفظ في الشركات، أنا شفت شركة عاملة كده حفظ التعديلات بحث أو حذف. ماشي اه طبعا. هقول لك ايه حكاية سجل جديد دي، دي شفت الشركة عاملينها بحث، عايزين نكبرهم شوية ليه؟ عايز انت متعود على ال سي دي، معلش عايز انت متعود على ال سي دي. ماشي ماشي يا اخوي اهي، اروح ايه ده واقف عليهم كلهم كده اف 4، اظبط الخط بتاعهم الخط بتاع العربي ده التراديشنال عربي ده بولد 14 زي اهو وين اللي بيتخانق ده، ما تكسر الباب احسن اهو، دي اسمها يوزر كنترول، هتلاقي نزلت هنا اهي يا شباب يوزر كنترول. لما نروح على الفورمه كده المفروض بقى دي كده تلعب كده تقفل، هتروح يوزر كنترول اهي، المفروض دي تنزل هنا ايه تقول ايه مش اه هي اهي، بس كان نزلت ازاي؟ يعني نزلت كبيرة أوي ليه كده؟ ايه؟ هي اوتوماتيك بتيجي هنا. بقول لك كبيرة ليه؟ لأن لسه ما عملتش، أنت ظبطت الفونت هنا، أنا عارف حاجة معينة، لازم أقول لعيني في الموضوع ده. أظبط الشاشة هناك، الشاشة الجديدة اللي أنت عملتها. اليوزر كنترول؟ أظبطها على نفس المقاس بتاع. طب ما هي على نفس المقاس. اهي خش بس انت على الفونت اللي هنا واظبطها، ما انا ظابط 14 قصدي مش تظبط كل واحد واحد، لا اظبط الشاشه نفسها، انت اول ما دخلت هنا ظبطت الشاشه نفسها ونزل كل حاجه على اساس كده يا ابني، مش بالضروره مين الفونت اهي بولد تراديشنال انا 14 كبرت قوي خلاص. احنا ممكن ايه، هي بص على العموم ايه، بص نزلت فين اكنها ايه اداه من الادوات اللي بتاعت الفيجوال، بس احنا اللي عاملينها اهي.
وهتبدأ ايه؟ هي بس عايز تقعد تكبرها شوية وتبدأ تشتغل عليها عادي جدا. هي بس دي الفكرة، ان بدل ما تقعد ايه تكريت كذا بطن، لا موجودين هم موجودين خلاص. عايز تشتغل بالطريقة العادية اللي احنا بناخد البطن بتوعنا دول كده وتحطهم هنا اهي، بطن عاديين خالص زي ما احنا بنعملها. ايه عادي كوبي بيست جنب بالحجم اللي الطبيعي بتاعه اهي، ده الشغل العادي بتاعنا. هنا بقى بعد كده عندنا حاجة اسمها ايرور بروفايدر. ايرور بروفايدر ايه حكاية ايرور بروفايدر؟ اهي دي جديدة برضو. ايه ايرور بروفايدر دي؟ ساعات بتلاقي لو التكست ده فاضي يظهر علامة معينة هنا كده اهي، التكست ده انت نسيته فاضي. دي اسمها ايرور بروفايدر. هنتعرف نعملها ازاي؟ شفت لما بتخش على الموقع تلاقي علامه حمراء جنبيه تقعد تنور وتطفي وتيجي تروح عليها يقول لك الرساله اللي هي المفروض يقول لك ايه الصح، دي اسمها ايرور بروفايدر. خلاص دي برضو ازاي نتعامل معاها. قبل ما نسمي كل ده اهو تي اكس تي نيم، تي اكس تي فون، تي اكس سي ام بي، سي ام بي طيب نوع التليفون دي خلاص سميناها ال اس تي، طيب ال اس تي فون اهو كبيرة اوي بس يلا تمام. نفضي اللي هنا ده الرصيد، ده مش رقم تليفون. الكلمة المكتوبة جواه دي دي اكس دي كريديت، ده الرصيد. الجزء ده هو اللي هيتعبنا بقى، جزء التليفون ده هو اللي فيه شغل كتير قوي. اول حاجه تعالى نشوف الشاشه، نعمل ران كده مهند عمل حته حلوه في الموضوع ده. كتب هنا كلمه اتس هير وتدوس عليها وشغال عادي جدا. هو معاه هو بقى يا اخي في مشروع العملاء، المفروض عايز تدوس على العملاء يفتح لي شاشه مين؟ يفتح لي شاشه مين؟ العملاء. اروح جاي على الشاشه الرئيسيه كده اهو، اكتب اسم شاشه العملاء فورم كاستمر دوت شو مش ظاهرة ليه هون كاسي شو اللي دي مش موجود. فورمك
بص هنا فورم. يلا شباب كاستمر زهرة اهي دوت شو. شو مش زهرة دوت ام دي اي بيرنت مش زهرة برضو. ليه بقى؟ عشان دي دي معناها دي يا جماعة انه بيورث من فورمة تانية. امتى؟ شفت لما نزلنا اليوزر كنترول احنا عملناها؟ فكده بقول له ان الفورمة دي بتاخد حاجات من اليوزر كنترول ده. كنا بنجرب بعد كده حذفناها. هي دي عشان الحتة دي. شيل دي كده خالص واعمل بيلد. عشان الديزاينر بيلد. اوبا تبقى زي وبرايد عشان ننادي الشاشة. كنا بنعمل كده هنسمي نعمل اي اسم كده من دماغنا. ادي العملاء. يا استاذ مهند فورم كاستمر سي يساوي نيو فورم كاستمر. بعد كده سي دوت شو. بعد كده سي دوت ام دي اي بيرن يساوي ذس. يعني ايه بقى الكلام ده؟ الكود ده ثابت ما عدا ايه؟ اسم الفورمه. لما تحب تنادي الفورمه اول حاجه تكتب اسمها واي اسم هنا بس ابعد عن الاي. اكتب احمد محمد اف اتش. اهم حاجه الاي. لا الاي دي كلمه محجوزه حرف محجوز للفيجوال ستوديو خلاص. والارقام لا طبعا خلاص. تكتب اسم الفورمه هنا. بعد كده عشان تظهر الفورمه تقول سي دوت ايه سي اللي انت كتبتها هنا خلاص. طب دي بتعمل ايه؟ قال لك دي لو متشاله وعملنا رن وفتحنا العملاء هتظهر على الفورمه الرئيسيه مش جواها. المفروض اخرها هنا صح؟ هي لا بتظهر عليها. شوف ظهر عليها حتى لما كبرت اختفت. لا طب انا عايز تظهر ايه؟ جواها. حط الكود ده تظهر بداخل الفورمه الرئيسيه. تمام؟ طب ماشي دي اول حاجه نعمل رن اهو العملاء اهي. عايزين اول حاجه تظهر في النص. تاني حاجه ما ينفعش تكبر. تالت حاجه ما ينفعش تعمل لها مينيمايز. اللي تبقى تحت كده زي انت شايف كده. اول حاجه نخليها في النص تقف على الفورمه كده اف 4 ستارت بوزيشن سنتر. تقف على الفورمه ستارت بوزيشن سنتر سكرين. دي اول حاجه. تاني حاجه عايزها تقفل الماكسمايز اهي ماكسمايز بوكس فولس. عايزها تعمل تقفل المينيمايز مينيمايز بوكس ايه فولس. وتعمل رن الت سي اهي ومفيش غير قفل ولا اي حاجه. هي بس الايه وظاهره في النص. عايز بقى اول حاجه دي ما ينفعش اكتب هنا حاجه. دي اول حاجه اقفل الكومبو بوكس يتقفل. عايز اقفله اول حاجه عشان تقفل اي قايمه تقف على القايمه الخاصيه المسؤوله عن اغلاقها دروب داون ستايل وتختار دروب داون ليست. كل الكلام ده بتسأله فيه دروب داون ستايل دروب داون ليست اهي كده قفلتها. كده قفلتها اهي دروب داون ستايل وتختار دروب داون ليست اهي الت سي اهي. عايز اختار محمول يظهر لي تنسيق المحمول هنا اهو. ارقام اهي خلصت. دي ميزه. تاني حاجه بصوا على ايدي. بصوا على ايدي هنا. بص بكتب حروف ما بيكتبش. التكست ده ما ياخدش غير ارقام بس. ده اسمه ماسك التكست. دي في ميزه فيه. دي ميزه فيه. الشورت دي ما ينفعش ايه الشورت اللي هي عادي تعمل الماسك مسافه.
مفيش مشكلة. بس الشرط دي بتبين انك هتكتب ايه، بس زي السيريال نمبر تلاقي اربع خانات شرطة، اربع خانات شرطة صح، تكتب كده في اي برنامج. فدي ميزة في دي. خلاص يبقى اي عندك خانة رقمية مش عايز اليوزر يكتب فيها حروف اعملها الماسك تكست. خلاص دي اول حاجة. انا عندي قلت عندي كم واحد هنا؟ اثنين اهو بس تحت بعض. عايز اعمل ايه؟ لو اخترت محمول يظهر ده، لو اخترت حاجة غير محمول يظهر ده. فمين عايز اعمل ايه؟ عايز اعملها كده. قال لي ماشي، يبقى اول حاجة الاثنين اخفيهم او لا اخفي واحد. اخفيه من خاصية ايه؟ اخفيه من خاصية فيزابل اهي، اخفيه من خاصية فيزابل. ايه بقى نركز معايا؟ اهي فيزابل اخليها فولز كده خفيتها. لما اعمل ران مخفية. طب ماشي حلو. امتى يظهر ده؟ منين؟ من القايمة دي صح ولا غلط؟ صح؟ اروح دايس دبل كليك على القايمة دي. لو يعني ايه؟ اف القايمة اللي اسمها سي ام بي تايب دوت تكست. لو بتساوي محمول، كلمة محمول دي حروف ولا أرقام؟ حروف. قال لك لو أنت كنت بتتعامل مع أرقام كنت هتقول كده يساوي خمسة يساوي سبعة، بتقارن بالإشارة دي. لو أنت بتتعامل مع حروف لا، قول دوت إيكوال يعني يساوي بس مع الحروف. لو أنت بتقول إيه؟ اف لو بتساوي خمسة رقم خمسة يبقى تقول دي بتساوي الحساب دي. اما اف لو بتساوي محمد لا، محمد دي خليها ايه اكوال، فدي افضل. على فكرة يساوي هتنفع برضو بس الادق اكوال اهي. وافتح قوس واروح قايل يساوي محمول. ايه اللي يحصل لو بيساوي محمول؟ التكست بتاع الفون يحصل له ايه؟ يحصل له ايه؟ فيزابل. بترو ولا فولز؟ ترو يظهر. تمام. طب غير المحمول التكست بتاع الهوم هو اللي ايه؟ هو اللي يظهر صح كده ولا لا؟ اه معايا. تعال نشوف اللي هيحصل. الت سي محمول منزل ظهرت، بس المحمول ظاهر برضو. يبقى المفروض ايه؟ لو ظهر المحمول يتقفل الهوم، ولو ظهر الهوم يتقفل المحمول. فولس. وهنا بتاعت الهوم فولس. قال لي ماشي في غلط. قال لي ليه الغلط؟ بعد سطر الاف، بعد سطر الاف في كام كود هيتنفذ؟ سطر ولا سطرين؟ طالما اكتر من سطر لازم تحطهم ما بين براكتس. طب تعالى نفهمها اكتر. لو انا حطيت شرط عليكم قلت لكم لو حد فيكم جاب 70 هياخد امتياز. حلو؟ هياخد امتياز وهيروح مثلا الغردقه لا قدر الله. حلو؟ كده حطيت كام شرط؟ كام حاجة تنفذ؟ لو حد جاب 70 لو سبتها كده من غير البراكتس دول. حلو؟ وسبتها كده لو حد جاب 70 هيجي ياخد ايه؟ طب لو حد ما جابش 70 مش هياخد امتياز بس هيروح الغردقة. طالما انت ما حطيتش قوس، ما قلتش هم دول هيتنفذ عشان لو جاب 70. هي بتاخد انهي سطر لو جاب 70؟ الأول بس. الثاني هيتنفذ على الكل، جاب 70 جاب 20 مش فارقة معاك. لا أنت عايز تقول دول اللي لو جابوا ده لو الشرط ده، فلازم تتحط ما بين براكتس. وخدها قاعدة، طالما أكتر من سطر هيتنفذ بعد سطر الإف حطهم ما بين براكتس، ما بين الأكواز دي. وهنا برضو بعد الإلس كام سطر هيتنفذ؟ اتنين برضو، لازم يتحطوا كده. أدي محمول، زهرة، منزل. خفى اللي فوق
هو العنوان اسمه هوم؟ ازاي؟ ده اسمه ايه ده؟ اسمه فون؟ ليه كده؟ ادرس ايه ادرس دي؟ تي اكس تي موب شو كان موب باين؟ اسم التكس بس كان غلط اهو ادي محمول ماشي منزل خافة ده وظاهر ده كده نحطهم على بعض بقى عشان يبقى الشكل اهو نعمل ران ما تبانش كده محمول اهو منزل ملاحظين دي اول حاجه ماشي كتب محمول عندنا في المحمول حلو راح كتب هنا 0 100 بص 6 نقل على طول تانية 3 4 7 نقل اللي بعدها على طول اي رقم خلاص خلاص انتر اول ما ادوس انتر بالكيبورد يتكتب هنا محمول ويتكتب هنا رقم التليفون اللي انا كتبته مش واحد ما هو ايه ما هو يا باشا منزل اهو تكست طعمه اهو هو الفاكس ما هو الفاكس تليفون منزل انت جاي منين ما عندكش فاكس طيب خلاص اهو اكتب الرقم ادوس انتر يظهر هنا محمول وهنا رقم التليفون عايزين ناخد حاجتين جداد ازاي نتعامل مع زراير الكيبورد دي اول حاجه كل البنوك ما بيمسكوش ماوس على طول الكيبورد ده اف 1 يعمل كذا اف 2 يعمل كذا كنترول سي يعمل كذا كنترول اس يعمل كذا شاشه الايداع اف 2 شاشه مش عارف ايه اف كذا شاشه السحب كذا خلاص ايه ايوه بتاع البنوك اولا ايوه العادي ده بابا زميل واد يعني نفس الشغل يعني. بس بابا طلع معاش الاسبوع اللي فات خلاص الحمد لله اللي طلع على خير خلاص فازاي نتعامل مع الكيبورد كل الشركات اللي بره محدش بيمسك ماوسات كله ايه كيبورد الت كذا اف كذا اف 2 اف مش عارف كذا ازاي نخلي البرنامج بتاعنا يكون برضه متعامل مع الكلام ده دي اول حاجه وازاي اضيف في التكست في الايه في الاستندو اول حاجه عشان تتعامل مع الكيبورد طبعا انت هتدوس انتر هنا يا هتدوس انتر هنا لو كتبت في التليفون الموبايل هتدوس هنا ولو كتبت في التليفون المنزل هتدوس هنا يبقى لازم نعمل الكود في الاثنين خلاص يعني هنكرره كم مره مرتين طب ولين نكرره كم مرتين ونعمل احسن حاجه اسمها بروسيدجر يعني ايه بروسيدجر طالما الكود هيتكرر عندك اكتر من مره طالما الكود عندك هيتكرر اكتر من مره قال لي لا ريح دماغك اكتبه مره واحده ونادي عليه هنكتبه مره واحده بس تحت اسم معين هنقول مثلا اد فول ونكتب الكود بتاعنا هكتبه مرتين لا بدل ما اكتب الكود مرتين اقول كلمه بس ادي فول ولما احتاجه تاني اد فول خلاص خلصت خلاص ده هنعمله تعال نكتب الاول بالطريقه العاديه اول حاجه دبل كليك على رقم التليفون اهو اقف عليه اف 4 ادوس على ايفنت دي الاحداث الحدث اللي بيتعامل مع زراير الكيبورد وان الكيبورد تحس بيه حدث اسمه كي داون طب ازاي الماوس يحس بالبرنامج حدث اسمه ايه ماوس ليف وماوس انتر وماوس داون وماوس موف وماوس اب باقي الحاجات دي خدناها امبارح وماوس كليك وماوس دبل كليك دي بتحس الماوس يحس بالبرنامج بتاعك اما لو انت عايز الكيبورد تحس بالبرنامج بتاعك الحدث اسمه ايه كي داون كي داون عشان الكيبورد تحس بالبرنامج بتاعك عايز الماوس كل الماوسات دي اهي طب والماوس برضه هتحس اهي لو كنت كاتب الكود في اي حدث من دول مش احنا امبارح الماوس لما قربنا هنا ظهر ولما بعدنا اختفى الماوس حس ازاي عشان اكتبه في الكود اللي يحس بيه الماوس اللي هو ماوس ليف وماوس انت طب الكود اللي يحس بيه الكيبورد حدث اسمه ايه كده اهو قال لي ماشي هيحس بيه الكيبورد عندك كام زرار في الكيبورد 200 زرار سهل غلط قال لك ماشي انت عايز انهي زرار يحس بيه
انتر، مش كل زرار الكيبورد عايز انتر. روح قايل لو المستخدم داس على زرار انتر، مش هي كده بالبلدي؟ قال لي حته ان اللي يحس بالمستخدم اي اي يعني ايفنت. عشان كده من شويه بقول لك اوعى تستخدم حرف الاي، حرف الاي ده كلمه محجوزه عند الفيجوال، هي دي دلوقتي. دوت كي كود يساوي كي كود، هي في الحدث كي داون، بس الكود بتاعنا دوت كي كود يساوي. هنشوف بقى زرار انتر رقمه كام. ده بنعرفها منين؟ كل زرار في الكيبورد دي رقم، نعرفها منين؟ فاكرين دي مسج ايه؟ مسج بوكس كي كود. هشوف رقمه كام الاول. اعمل ران كده الت سي ده ليفت ده واي او بي انتر اسمه ايه؟ اسمه ريتيرن ام. دوست على حرف الام بي، دوست على حرف بي كيو ايه، دوست على حرف الاي كابس لوك، دوست على حرف اسمه ايه كابيتال، باك سبيس اسمه باك، المهم بتاعنا احنا اسمه ايه ريتيرن ده انتر. يبقى كده اسمه ريتيرن. اروح ايه هو مسميه ريتيرن عن الجوع الجوع. اروح ايه لو اي دوت كي كود دوت ايكوال اسمه الزرار بتاعنا ريتيرن. طلع لي دلوقتي هنقول بس تجربه مسج بوكس تقول ات انتر، دي اللي انا مظهرها عشان نجرب بدل ما ايه. دوست جي عمل حاجة، عمال ادوس حروفه انتر برضو عملش، هو ما حاسش بيها لسه. ايه لا هي ريتيرن كانت مكتوبة كده اي دوت اور داون انجن كنترول كي اب ايفنت كبرس شوف في دوت تعمل كيتشار يعني في دوت كيتشار دوت تو سترينج الت سي فوت اف بي انتر فاضي. هو بيتعامل مع الحروف اهو، انتر بيجيبها فاضي يعني. يا راجل البيس ليها حاجة، البيس ليها رقم حرف ايه؟ البيس ليها رقم؟ يعني ايه البيس ليها رقم؟ البيس ليها لا هي كي كود على فكرة، بس ليه مش قابلها؟ طب بص بقى عشان حتى بال يبقى اي دوت كود يساوي كيس دوت، هيظهر لك كل الزرار اللي انت محتاجه، كل واحد بقى يحب الزرار اللي عايزه. انتر اهي، دايما تيجي تبحث واحد بالانجلش اهو
لا هاو تو يوز بس هاو تو نكتب هاو تو يوز انت عايزه. طبعا دي بتاعت ملف الديزاينر عشان احنا عملنا كود وشيلنا. اعمل جرب كده الت سي اكتب اي حاجه انتر اهو ظهرت رساله قال انت دوست على انتر. دي انا كنت عاملها عشان اجرب. يبقى عشان تتعامل مع زراير الكيبورد اول حاجه لازم تختار الحدث اسمه ايه كي داون. ده اللي بيحس انك دوست على اي حاجه في الكيبورد. تاني حاجه تكتب تقول انت دوست على انه زرار انت عايز الكود يتطبق لما تدوس على زرار زرار انتر. اروح اقول لو اي دوت كي كود يساوي كيز دوت انتر اهو كيز دوت انتر خلاص. بعد كده تعالى بقى انت عايز لما تدوس انتر ايه اللي يحصل. عايز لما ادوس انتر اعمل كده اختار محمول هنا واكتب هنا زيرو كذا 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 انتر. دي تاخد منين؟ تاخد من ال... دي تاخد منين؟ من المحمول. ودي تاخد من الرقم صح ولا غلط؟ ازاي نعملها؟ قال لك قول لي دي اسمها ايه ودي اسمها ايه؟ دي اسمها ال اس تي. طيب هتاخد من دي اسمها نشوف اسمها اسمها ايه سي ام بي. طيب يبقى ال اس طيب تاخد منين؟ ازاي نعملها الحته دي؟ قال لك تقول كده يا ال اس تي طيب دوت ايتمز بيتسمى الحاجات اللي هتتحط جواها اسمها ايتمز. ايتمز يعني بالانجلش يعني عناصر. يعني ايه عناصر؟ يعني لما احط كده ذكر وانثى دول اسمهم عناصر. لما انت عايز تحط عنصر هتقول دوت ايه ايتمز اهي. انت عايز تحط عنصر هتشيل عنصر هتضيف. تضيف يعني دوت ايه اد. تضيف يعني ايه اد. هتضيف عنصر انهي عنصر؟ هتضيف انهي عنصر اللي هو محمول اللي هو ايه محمول اللي هو ياخده من مين؟ من السي ام بي. طيب اروح اقول له العنصر موجود في السي ام بي طيب دوت تكست. ايه يا عم الحمد لله على السلامه عامل ايه؟ خلاص؟ ايه؟ لا معاكم انا شفته كتير كده. انا بقول له ايه؟ ضيف لي في الليسته بتاع الطيب عنصر جديد منين؟ السي ام بي طيب. يعني هتضيف لي هنا اللي موجود هنا. طب ودي اللي موجود هنا صح ولا غلط؟ اهو ال اس تي 4 دوت ايه ايتمز دوت اد. خدها من ايه؟ من التكست بتاع مين؟ الموب صح ولا غلط؟ واحد يقول لي لا ده مره هياخدها من الموب ومره هياخدها من الهوم صح ولا غلط؟ دي بقى خليها قدام شويه. امتى ياخدها من الموب؟ لو داس جوه انتر جوه الموب. امتى ياخدها من الهوم؟ لو هو في زرار انتر داس جوه. يبقى لما اجي نكتب الكودين نكررهم انا هنغير بس الحته دي اهو خلاص كده. تمام. في حاجه جات لي فكره دلوقتي. احنا عاملين كام تكست للتليفون؟ اثنين. ايه الفرق؟ ايه الفرق يعني؟ بعد اتخانقت صح؟ مش الفرق بعد اتخانقت كل الحاجات اتخانقت. طب ما انا ممكن ايه؟ واحد بس مره اخليه يقبل عدد خانات كذا ومره اخليه يقبل عدد خانات كذا. يا راجل طب ما قلتش ليه؟ فاهمنا؟ بدل ما اعمل اثنين اخلي واحد والعب فيه كل شويه واحد يظبط الطريقه دي واحد بعد كده اما اختار يظبط يمشي على التنسيق ده. فاهمنا؟ يعني مثلا لو خليت ده اسمه ايه؟ موب اهو. بص الماسك بتاعه اهو هو ده. طب تعالى وهنا خدوا كوبي هنا والماسك الثاني خدوا كوبي هنا. لو حذفنا ده تعال نجربه. طبعا الكوب بتاع الفيزابل وايه
مش محتاجه بقى خلاص اهو. تعالى هنا المفروض هنعمل ايه؟ الكود ده هنسيبه كده اهو بس تي هو تكست موب واحد. لو اختار محمول يخليه على التنسيق بتاع مين؟ هقول ماسك اهي ماسك اهي يساوي دي بتاعت المحمول. اللي هي بتاعت المحمول. طب لو بتاعت غير المحمول يبقى اكيد تليفون نفس دي بس خليه ياخد قيمة ايه؟ التليفون العادي ونجربها اهو. تعالى نجربها كده. هو نفس ايه؟ التكست محمول. ملاحظين؟ كده احسن وكده هتريح نفسك بدل ما الكود هيتكتب في مرتين. هو كده كده خلاص كتب مره في تكست واحد. احنا كنا كتبوه مرتين ليه؟ عشان عندنا كام تكست؟ اتنين تكست. شغلوا دماغكم وانتوا شغالين. شغل دماغك. تعرف التشغيل مش انت قلت لي مش انا قلت لك من شويه ان احنا ممكن نلعب في التنسيق ده؟ ايوه. طب ما كنت ممكن تقول لي طب ماشي ما طالما بنعرف نلعب في التنسيق ده يبقى خلاص لو اختار محمول نخلي التنسيق يمشي على المحمول. لو اختار غير محمول منزل يخلي التنسيق يمشي على المنزل. ركز خلاص يبقى كده احسن بكتير بقى اهو. تمام نكتب هنا تليفون زيرو كذا انتر. عمل ايه؟ تعالى هنا منزل زيرو كذا كذا انتر. كتب ايه معايا؟ تعالى هنا محمول تاني زيرو كل وحيد سجله صح ولا غلط؟ استنى بس. تعالى محمول تاني وراح كتب نفس الرقم وداس انتر. لا يا باشا سجل اهو اهو. ده ينفع طالما الرقم موجود؟ يقول لي لا ده موجود ما ينفعش يتسجل صح ولا غلط؟ ده عايزين نعمل لو ايه؟ طب ليه؟ ايه الفكره؟ لازم تنزل هنا وهنا صح؟ لا ما انا بقول لك انت مش هتقعد تاكل شويه. اول ما نعلم هنا اوتوماتيك هيعلم الناحيه الثانيه. ايه؟ حب يفكر ويشغل دماغه. ايوه بتقول ايه؟ معلش ما نعرفش لسه معلش احنا عملنا حاجه لسه مش بقول لك اكتب الكود بدون ما اعلمش الناحيه الثانيه. انت ذكي. تعالى نعملها. هو بص يا جماعه هو مست الكورس انه مفتوح شويه الوقت قدامنا كويس فعشان كده ايه بناخد ايه اكبر كم معلومات يعني غير المحاضره. المحاضره ملتزم بايه؟ بميعاد وملتزم بحاجه تخلص. واسكت يا ابني واسكت يا واد. ايه اه والله عظيم والله والله عايز اقول لك المحاضره دي يعني عددنا كبير قوي اكبر كورس تقريبا اكبر مشروعات واكبر عدد مشروعات هيسقط منه والله. هم مش فاهمين حاجه هنا بيركزوا على المشروعات العدد الكبير. يقول لك اشمعنى دخل مشروعات عدد كبير في دول؟ يبقى هم فاكرين ان هي الدنيا سهله مع ان الدنيا مش سهله. اديك زي انت شايف كل الحكايه كل برمجه اسهل مشاريع بتاعت الدكتور فيها بجد اسهل مشاريع. يخرب بيتك خلاص. اهي عايزين بقى ايه نعمل اللي احنا سالين عليه اللي احنا قلنا عليه ان انا محمول تسجل مره ما تسجلش ثاني 0 11 انتر انتر تاني يقول لي لا موجود. حد يتوقع السيناريو اللي هيمشي السيناريو بالبلدي كده؟ يقول لي والله اول حاجه اما تدوس انتر يا ايمن هيروح عامل كذا 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 لو لقى كذا يعمل كذا لو كذا يعمل سيرش الاول على مين؟ على الرقم. على الرقم في انهي لسته؟ اللسته اللي هي على انهي رقم؟ الرقم اللي انا دخلته. حلو هيعمل كم مره؟ سيرش. هيعمل كم سيرش؟ مره واحده. طب افرض دلوقتي كده لا لا افرض كده اهو هقول لك حاجه هجيب الرقم
دلوقتي انت بتدخل اهو الرقم ده بالبلدي كده، اول ما تدوس انت هتعمل ايه؟ هل ده بيساوي ده؟ لا. طب هل ده بيساوي ده؟ طب هل ده بيساوي ده؟ لا. طب هل ده بيساوي ده؟ لا. طب هل ده بيساوي ده؟ يبقى هيعمل كام مره على كل اللي موجود جوه الليست، صح ولا غلط؟ يبقى اول حاجه كده يقعد يدور على الرقم ده داخل القايمه دي كم مره بعدد العناصر الموجوده جوه القايمه بتاعت الليسته. ايه؟ حلو، سؤال كويس. يبقى اول حاجه عايز ادور على الرقم ده داخل ايه؟ القايمه دي، كل القايمه يمشي على واحد واحد. طب ماشي، يبقى كده هيكرر تكرار، نستخدم تكرار، نستخدم ايه؟ فور. تكرار نستخدم فور. عندنا نوعين من الفور، فور بعدد وفور من غير عدد. يعني فور تفضل شغاله خلاص ملهاش نهايه لحد ما يحصل حاجه معينه تقف، وفور ليها نهايه لحد ما يلاقي. فور ليها نهايه. فور بتاعتنا ليها نهايه ولا ملهاش؟ ليها نهايه، اللي هو عدد العناصر. طب ازاي اعمل الفور دي؟ قال لي فور اهي، بدايتك زيرو. انا اللي عملتها على طول. اول مره تعرف تكتب فور اتنين تاب، دوس تاب ورا بعض هتلاقي كتب لك هو الجمله لوحدها. اهو اف اتنين تاب، تبدا تكتب الكود مبني الاقواس وهي كده فور اتنين تاب. بدايتك اول عنصر رقم كام؟ نهايتك ما تعرفش. عدد العناصر اللي جوه جوه القايمه تعرف عددهم ازاي؟ اجيب داله تجيب عدد العناصر جوه القايمه. قال لك انت عايز تجيب عدد عناصر جوه القايمه دي ولا القايمه دي؟ الطاي ولا الفون؟ مش فارقه، ما هو اللي بيكتب هنا وما بيكتب هنا، صح؟ يعني سواء جبت ده ودي مش فارقه معاك، صح ولا غلط؟ بس كده كده في الاخر العدد كام؟ دخلت هنا خمسه، يبقى هنا يعني العدد واحد. ازاي دخلت خمسه في خمس ارقام؟ يبقى قصادهم خمس انواع، صح ولا غلط؟ انا فهمني في العدد، ما يهمنيش كرقم. الرقم ده هيجي دلوقتي كمان شويه خلاص. يبقى العدد مش فارقه، بس احنا هنتعامل مع لسته التليفون. ازاي اجيب العدد اللي موجود جوه لسته التليفون؟ قال لي اكتب اسم الليسته دوت عناصر. يعني ايه؟ قول لي اللي انت عايزه. طب قول لي ايه اللي انت وقفت فيه؟ طب ماشي استنى بس، احنا كده دلوقتي الكود ده اهو، الحته بتاعت ان لما ادوس مختار محمول يظبط تنسيق، لو ما اخترت محمول غير المحمول يظبط تنسيق تاني خالص. الحته بص افهمني، لما تحب تتعامل مع الشروط بإف، خدها قاعده كده. يعني مثلا يلا يا شباب لمستوا ليه؟ لو جاب 65 ياخد جيد، لو جاب 75 ياخد امتياز، لو جاب 85 مش عارف ياخد ايه. ده اسمه كده شروط، ترجمها الاول في دماغك. بعد دي اسمها شروط. شروط يعني اف. هنا انا بقول لو اختار محمول يخلي التنسيق ايه؟ على شكل ايه؟ رقم الموبايل. طب إلس، إلس يعني ما اختارش محمول، اختار حاجه غير ايه؟ محمول يخلي التنسيق شكل تليفون منزل. ده الكود بيقول لك ده كده. طب هنا قول لي انت بقى باللي انت فهمته دلوقتي اف يعني ايه؟ لو ايه؟ دوت كي كود اي انتر، يعني لو دوست على زر انتر يعمل ايه؟ ايه دي يا محمد؟ ليست تايب، يعني ايه؟ اسم الليسته اللي بره دي. حلو، دي معناها ايه؟ ايتمز يعني ايه؟ عناصر. يبقى عناصر القايمه دوت ايه؟ ادي يعني ايه؟ يبقى ضيف لي جوه عناصر القايمه، ضيف منين؟ من الكومبو ده اهو. نفس الكلام على دي، بس ضيف لي في قايمه مين؟ اللي موجود جوه التكست موب، يعني هنا بالظبط. اللي هنا ضيف لي هنا، بس اللي دخل هنا مش ضيف اي حاجه خلاص. وجينا عند مشكله، لقينا ان احنا ممكن ندخل رقمين موبايل نفس الرقم ده، ينفع؟ لا. عايز اعمل ايه؟ بص يا محمد، لو قلنا كده اهو زيرو
ماشي. بعد كده رحنا دخلنا الرقم دوت تاني، موجود ولا مش موجود؟ اهو صح ولا غلط؟ ما ندوس انتر دخل، فاصبح موجود كم مره؟ ده ينفع؟ لا. طب ازاي نعالج المشكله دي؟ قال لك المشكله دي بالبلدي، قولها لي كده. اول حاجه لما يدوس انتر هيعمل ايه؟ ازاي؟ قولها لي كده بالبلدي. ازاي تدور عليه؟ ازاي؟ ازاي مقارنه؟ تقول ده بيساوي ده. طب ده بيساوي ده؟ لا. لا. طب ده بيساوي ده؟ اه صح ولا غلط؟ اهو انت شفت انت قلت كده. يبقى لو اه يبقى طلع لي ايه؟ رساله. لو لا سجله. صح ولا غلط؟ هل بتكرر كم مره العمليه؟ اه ده بيساوي ده مره ولا كتير؟ كتير. وممكن ان ده يكون اخر واحد، ده بالصدفه طلعت في النص، يعني لازم تفوت على ايه؟ كله. حلو. يبقى انت كررتها كم مره؟ كذا مره. التكرار ده عندنا اسمه فور، ان تخلي كود يتكرر كذا مره دي تعمل لها فور. تخلي كود يتكرر كذا مره دي تعمل لها فور. اعمل فور ازاي؟ اكتب فور. اول عنصر في القائمه رقمه كام؟ صفر. ده اول عنصر بنترتب بصفر. اخر عنصر في القائمه لو عندك سبعه يا محمد يا احمد يبقى رقمه كام؟ سته. تبتدي من صفر. لو عندك 10 تسعه. طب انت تعرف انت عندك كام في القايمه؟ انت تعرف انت عندك كام في القايمه؟ لا. اخلي الكمبيوتر هو اللي يعد اللي موجود جوه القايمه، واول ما يوصل لاخره يستوب. طب ازاي اخلي الكمبيوتر؟ انت عايز تعد اللي جوه قايمه الرقم التليفون ولا جوه الطيب؟ اه انا اسف. بيقول لي يلا دلوقتي ايه؟ يبقى اهو فور بدايتك صفر نهايتك ما نعرفش العدد الموجود جوه القايمه دي. القايمه دي اسمها ايه؟ ال اس تي 4. اروح قايل اخري ال اس تي 4 دوت عشان تجيب عدد العناصر. عناصر يعني ايه؟ ايتمز. دوت عدد يعني ايه بالانجليزي؟ كاونت. اهي عدد يعني كاونت اهو. انت بادئ من واحد ولا صفر؟ صفر. اهو كاونت. كاونت هتجيب عددهم. ركز معايا بقى. يعني لو هم تسعه لما اجي تبقى واحد يجي يقول لي يا ايمن عد لي اللي قدامي، هقول صفر واحد اثنين ثلاثة ولا واحد اثنين ثلاثة؟ واحد اثنين ثلاثة. هطلع مثلا 20 بس بالترتيب 19. كاونت بتجيب 20 بس انت المفروض كاخرك 19. يبقى دايما الكاونت ناقص كام؟ ناقص واحد في حاله حاجه واحده، لو كنت قايل هنا يساوي. لو كنت قايل هنا يساوي إيه؟ لو مش عايز تحط ناقص واحد، لو قلت يساوي هنا يبقى تقول ناقص واحد هنا. يعني ايه الكلام ده؟ مش انت بتقول بدايتك صفر نهايتك مين؟ كاونت ناقص واحد يعني اقل من 19 بقى. اقل من او يساوي 19. مش انت قلت ناقص واحد؟ خلاص. طب افرض انت مش عايز تقول 19 يبقى ما تقولش ايه؟ اقل من 20 هي 19. فاهمينها؟ خلاص. يعني اللي هيقوم ناقص واحد يقول يساوي معاها، اللي مش هيقوم ناقص واحد ما يقولش يساوي معاها. اللي يعجبكم اهي يبقى كده. طب ماشي اهي كده فور. انت كنت عامل فور دي بتفيد ايه؟ بتعمل ايه؟ تكرار. صح ولا غلط؟ الفور بتعمل تكرار. التكرار ده كان بيعمل ايه؟ انت بتكرر ايه؟ خلاص احنا عملنا الاداه اللي بتكرر. كنت بتكرر ايه؟ اللي انت قلت عليه سيرش، ان التكست ده بيساوي الليسته دي. صح ولا غلط؟ ان التكست ده بيساوي الليسته دي. لو بتساويها يبقى اه سويتها، لو ما بتساويهاش يبقى ما سويتهاش. السيرش ده بقى حاجه اساسيه يا دكتور؟ ايه؟ يعني ممكن هو ما يطلعليش الرساله على طول او مكتب الرقم؟ اه ما يعملش سيرش. هو كده كده بيعمل سيرش اوتوماتيك لوحده. الكود اللي احنا بنكتبه ده هو هيعمل سيرش يدور. هنقول حلين، يا الحل يا يلاقيه يا ايه؟ الاول بس يا ما يلاقوش. صح غلط؟ يا اه يا لا. يبقى لازم نعرف متغير يشيل اه او لا. اه او لا بالانجليزي يعني ايه؟ يس ونو.
او ترو فولس صح ولا غلط؟ يبقى نعرف متغير ترو فولس اسمه نوعه بولين. ايه بولين دي يا احمد؟ انت تعرف الارقام الصحيحه؟ رامي تعرف الارقام الصحيحه؟ انتجر انت الكسر او الحروف سترينج الكسور سنجل. لو عايز دي ارقام صحيحه 5 9 دي رامي احمد محمد سنجل 9 و9 من 10 10 و2 من 10. لو انت عايز بقى تشيل ترو او فولس يعني صح او غلط لازم النوع بولين اللي هو ده خلاص. واقول اسميه فلان وفي ناس على فكره بتسميه بول اهو فلان دي او دي تمام. هديله بدايه فولس بدايه ايه فولس يعني ايه فولس يعني لا دي ضد الديفولت بتاعه خلاص. انا هقول بقى لو رامي انت كنت بتقول ايه لو ايه لو الرقم ده بيساوي كل قيمه من هنا صح ولا غلط اروح قايل كده لو الرقم ده اللي هو في تي اكس تي مين موب دوت تكس دوت ايه ايكوال لو بتساوي انهي لك انهي رقم انهي رقم بتساوي انهي رقم اللي موجود في الليسته هنا الاجزاء دي كلها الليست فون اهو دوت ايتمز انهي عنصر انهي عنصر يعني ايه الليست اهي بس وتيجي تصور انت جبت 0 100 او 0 30 40 انت بتساوي ده اول حاجه بتقول ايه التكس ده يساوي انهي عنصر انه عنصر اول واحد صح غلط بعد كده ده يساوي انه عنصر ثاني واحد بعد كده ده يساوي يبقى اسم القايمه سيكمن دوت ايتمز هيقول لي انه عنصر كلهم صفر وواحد واثنين وكام شوف بيفتح على واحد واحد لحد ما يلاقي صح غلط. طب مين اللي بيبص من صفر لحد ثلاثه مين اللي بادئ من صفر؟ ايه؟ اي الارقام بادئه من صفر بس مين بيفوت عليهم؟ الفور السيرش الفور الفور اللي هي مين بقى؟ المتغير اللي بادئ من صفر اسمه ايه؟ فور اي اي ان تي مين؟ اي الاي الاي ده بادئ من كام؟ من صفر يبقى هو ده اللي بيفوت عليه اقول له اوف اي العنصر اللي هو اي يعني اي اي بادئه بكام اللي بعده اللي بعده اللي بعده عشان تقدر تفوت عليهم واحد واحد اهي لو بتساويها لو اتساوت فعلا يبقى لقيته ولا ما لقيتوش يبقى اه ولا لا لا لو بتساويها يعني لقيته ولا ما لقيتوش لقيته يعني اه ولا لا اه يبقى اروح قايل له الفلاج بترو. طب لو ما لقيتهاش ما لقيتهاش يعني إلس يعني غير اللي هي ايكوال مش ايكوال يبقى الفلاج بايه بتساوي فولس. هنا اف تكست في تكست كوز واز نايس ايه كان في كوز نايس اهو كده قلت له
كده اهو، قلت له لو التكست على الموبايل القيمه اللي جواه بتساوي الليسته بتاعت مين، انهي انهي عنصر كل العناصر، واللي بيفوت على كل العناصر اي، ما هو بدايه صفر نهايه الكاونت اهو. قال لي لو بتساوي يبقى الفلاج بمين، بترو. طب لو مش بتساوي الفلاج بمين، بفولز. انا اعمل كده بقى، حلو. ترو يبقى ايه، لا ولا ملقاش، يعني يسجل ولا ما يسجلش، ما يسجلش. طب امتى يطلع رساله، لو فول، لو ايه، لو لا، ما هو ترو يبقى لا يطلع رساله، لو فولز يسجل. اروح ايه لو بقى كده، اف الفلاج تساوي ايه، فولز، سجل لي ده. طب إلس طلع لي ايه، مسج بوكس دوت شو، قول لي عفوا رقم التليفون مسجل بالقائمه اهو، جرب كده. اخره ده متسجل مش متسجل، اللي هو اول واحد اتسجل برضو، يبقى في حاجه كده مشكله. ايه المشكله، تعمل ايه، عارفين دي النقطه، النقطه الحمراء دي بريك بوينت، بريك بوينت يعني ايه، تتبع الكود اهو، يعني تتبع الكود. بص اللي هيحصل، خلاص كده هيسجل على طول. حلو، سجل. أنا كل ما اقعد اكتب بقى هيطلع لي. أنا كل ما اقعد اكتب كلمه هيقعد يعمل رقم معين، جرب كده بولين، هي هي اللي احنا وصلنا زيرو كذا ده، هنزل زيرو اتنين، هنزل تاني زيرو اتنين تاني بقى برضو سجل. هنا قلنا ايه، فور اف ايتم دوت تكست، وقفت عندكم كده، واقف عندكم برضو. والله احنا ما نروح نعمل تاني ان شاء الله. حاضر، كده فصلت عندكم انتوا؟ مش عارف بس هو الراجل ده ما اشتغلش. كده ليميتد النت، ليميتد. لا انت في الشبكه حاجه عندك، حاجه حصلت في الشبكه. طب هات الشاشه دي كده يا محمد، احمد بزنك عليهم. لا دي بتاعتهم عليهم. هنا احنا قلنا ايه، بص انا غيرت هنا بس دي دبل يساوي، ما قلتش ايكوال. نجرب، نجرب تاني اهو. شفت الغلط كان فين؟ بدل كلمة ايكوال دبل ايه؟ يساوي مرتين. عفوا رقم التليفون مسجل من قبل اهو، تمام اهو. دخل رقم تاني، دخل نفس رقم، رقم التليفون. طب دخل اول واحد اللي هو ايه؟ 0 1 2 3
وقفت ماشي الرسالة دون جنوبة اكشي ولعوا كلهم انا مالي يا راجل سجل محمول الدفعة تاني ليه ما كانت لسه موجودة لا يبقى اول حاجة ده بيش يعمل ايه ترو فولس دي فور دي بتعمل ايه بيفوت على كذا واحد كذا مرة يفوت يعمل ايه يتفرج عليهم ولا يقارنهم يقارن مين بمين الليستة بمين بالتكست لو امتى يطلع امتى يكون بترو امتى يكون اه لما يلقى يلقى يعني ايه يعني تساوي صح ولا غلط طب لو لا لو ما لقاش يبقى فولس امتى تطلع الرساله في حاله الترو ولا حاله الفولس في حاله الترو طب في حاله الفولس يسجل عادي اهو ده اللي احنا قلناه دلوقتي اهو لو تساوي خليها بترو ما تساويش خليها بفولس طالما ما تساويش يبقى ايه ضيفهم لو تساوي طلع ايه مسج المفروض نعمل كده Alt C محمول تمام طب ماشي سجل اي رقم تاني كده سجل تاني اهو طب الفاكس بقى لو انا الفاكس بتاعي نفس رقم لو انا كتبت عادي هو الفاكس اصلا ده رقم بيت ولا ده ايه هو الفاكس ينفع رقم بيت برضه اه ينفع يعني ثواني انا عندي تليفون ارضي بتاعي كده هو نفس رقم الفاكس يعني كده الفاكس هو يقصد ايه يعني ممكن اعمل كده اقصد انترو اضافه لو الفاكس هو بقى انا عايز اشوف ده طب هو مش هيسجله مرتين زي ما عنده بيت وعنده فاكس ونفس الرقم اه مش هيرضى يسجل قصدك اه فاهمين يقصد ايه مفيش فاكس هو ساعات الفاكس يبقى رقم البيت ساعات انت بتردي لا يقول لك ده فاكس تروح دايس على الزرار ستارت اسحب وتقفل لا يا راجل ايوه المفروض ضارب عليك كده ادريسه الموبايل بتاع 02 لما بتكتب حد 02 رقم صح لو فاكس 02 02 02 مش عارف بقى ده بتعمل ايه انت مره لا ما هو لسه عارف الفاكس اصلا يا دكتور دلوقتي بيسال في الفاكس هو لسه ما يعرفوش اصلا لسه مش خبط ده دور حلو يا خلاص عايزين لما نقف هنا يقف هنا او لما نقف هنا يقف هنا صح ولا غلط كل عنصر من دول ليه رقم كل عنصر من دول ليه رقم ده رقمه كام صفر وده برضه رقمه كام وده يعني لو وقفت هنا يقف عند رقم كام وهنا برضه يقف عند رقم صفر صح ولا غلط ازاي نعملها قال لك الخاصيه المسؤوله عن الخاصيه المسؤوله عن تحديد اسمها سيلكتد اندكس يعني ضرب الكليك كده على دي اقول له لو هتكتب الكود هنا هتقول ايه هتكتب الكود في القايمه دي هتقول ايه بالبلدي الرقم اللي هحدد هنا يتحدد هنا صح غلط يعني ده يتحدد على اساس طيب راح يقول له ال اس تي طيب فون دوت selected index خلاص انهي عنصر يتحدد ثاني انت لو حددت هنا يتحدد هنا يبقى انا بقول هنا يتحدد على اساس مين على انهي عنصر يتحدد على الليسته دي على النوع صح اهو يبقى ال اس طيب يبقى اقول ال اس تي طيب دوت جيت سيلكت او سيلكت ايه انا بحدد انهي ليست تايب انا دلوقتي هحدد من ليست تايب ولا ليست فون لا اللي بتحدد من ليست تايب انا داخل انهي جوه واحده
لا مش انت هنا. بصوا يا جماعة انت لو حددت هنا حدد فين. طب البرمجة تكتب فين؟ هنا. تكتب على مين؟ ليه على الفون؟ انت كده كده انت بتحدد على الطيب، حددت بالايد خلاص. المشكلة في اللي هتحدده بالبرمجة هنا. انت حددت على الطيب بايدك هنا، المشكلة في اللي فون بقى يتحدد ازاي. يبقى اقول له الليست فون السلكتد بتاعها المحدد بتاعها هو اللي يتحدد على اساس ان انا علمته فين. رحت قلتها كده اهو، الليست فون الليست فون السلكتد بتاعها هو اللي السلكتد بتاع مين. طيب تعال نجرب كده. ملاحظين؟ طب العكس مش صحيح. طب لو هنا يعلم هنا كده المفروض هنكتب ايه؟ البرمجه هنا اهو، بس يحدد طبقا لمين؟ للطيب. بالظبط العكس بقى اهي، هاخد دي كده اهو نفس الكود بس دي تبقى طيب ودي تبقى. علم هنا. لو دوست ديليت في الكيبورد يشيل الاثنين مرتبطين ببعض المفروض. صح غلط؟ لو دوست ديليت المفروض ما يعملش حاجه. الشات اللي احنا ما عملناش ايه؟ لو دوست ديليت مش هيعمل حاجه. ما عملش حاجه اهو، عايزين نبرمجه. لسه هنبرمج. ندوس ديليت هنا ولا هنا؟ اي حته من اي حته من اثنين. صح غلط؟ يعني اللي هعمله هنا هعمله بالظبط. تعالى دبل كليك هنا او هنا. خلينا في الطيب. ازاي اخلي اتعامل مع الكيبورد؟ يا احمد اسمك ايه؟ كي داون. جدع اسمك ايه؟ جدع عبد الملك. كي داون اهو في الايفنت هنا. كي داون قول لي يا رامي كده السيناريو. انا قلت لك لما عايز ادوس على ايه؟ على ديليت. لو يعني ايه؟ اهو هتعامل مع الكيبورد بحرف؟ لا في حرف انا قلت عليه. لا الاي. لا قلت لك الاي محجوز للعمليه دي اساسا. خلاص دوت كي كود. احنا ايه اخترنا ماوس داون. شوف انا مختار ايه؟ ماوس داون. فمعنى كده قلت اي دوت كي كود مفيش كي كود عشان انت مختار ماوس داون. هي كي داون اهي اف اي دوت كي كود يساوي. ازاي اجيب زرار الكيبورد يا رامي؟ الكلمة المسؤولة عن ازار زرار الكيبورد كيز. دوت اهي. انت عايز زرار مين؟ اهي ديليت اهي. زرار لما تدوس على ديليت يعمل ايه؟ يمسح القيمة اللي انت اخترتها من هنا ومن اهو. افتح من الاس تي تايب دوت يمسح يعني ايه؟ ريموف هنا دوت ايتمز دوت ريموف ايه. هتمسح انهي عنصر؟ انهي عنصر اللي متحدد؟ يعني متحدد اللي تايب دوت سيلكتد اندكس كده هيحذف من الطيب. ونفس الكلام يحذف من الفون اهو ال اس تي فون. واحذف لي من هنا من فوم برضه. كم سطر بعد سطر الاف؟ يبقى لازم يتحط ما بين قوسين. جرب كده ايه براكتس ساعات بيسموها بلوك ايا كان. اهو اعلم هنا ديليت ضرب. ليه ضرب؟ انت قلت له ايه؟ ال اس تي فون. اه انت عارف ليه حذف؟
ليه قصدي عمل الموضوع ده؟ حد يعرف؟ هو هيمسح الفون لو قلنا نفس الايه. طيب شباب علم هنا، علم هنا، ضربت برضو. اه بص يا بيلي، هي دي فون صح؟ لا لا، يمسح الطيب اللي انا محدده، دي معروفة، يمسح الطيب اللي انا محدده. بس هي المشكلة في ايه؟ لما بيحذف، لما بيحذف من الليستة، بيحذف من هنا. بص ليه بقى؟ طب ما انت مش رابط من بعض. انت لو حذفت دي، يعني بص دي اتحذفت، ضربت. ليه؟ بص لو حذفت هنا مفيش حاجه متحدده، لما تتحذف دي مفيش حاجه متحدده، واحنا حاطين كود ان يتحدد هنا، يتحدد هنا، فما لقاش حاجه محدده فضربت. فاهمين؟ فاهم قصدي؟ اه يعني لازم نحدد. ايه؟ لازم نحدد. فاهم قصدي ولا لا؟ يبقى هنعمل هناك برضه. فاهمين الفكره ولا لا؟ تاني، عشان عاملين كود لما حدد هنا يحدد ناحية تانية؟ صح؟ طب لما دلت مفيش حاجة اتحددت، خلاص اتحذفت. أنا حدد فضربت. اللي هيدلت، اللي هيدلت هنا وهناك. اللي هدلته هنا هو كود تحديد برضه؟ ما هو متحدد، ما أنا حدد كود ده، بس هي عايزين كود التحديد. في الديليت برضه. في الديليت. بص بقى هنا، لا. حتى لو هنا كده كده ضربه اهو list type selected index، يعني لو عملناها كده اهو عشان كنترول دي بريك بوينت، يعني تشوف الكود وهو بيتنفذ. مسجل اهو delete. بص دي واقفه عند كام؟ زيرو. واللي انا محدده كام؟ اول واحده صح، اللي انا محدده اول واحده يعني رقم زيرو صح. اي واقفه عند رقم زيرو. طب ودي واقفه عند كام؟ زيرو برضو. بص راح فين، راح فين عند كود مين؟ كود التحديد. ملاحظين؟ فاصبح متحدد رقم كام اللي تحتها؟ واحد. وهناك زيرو. هو ده اللي عمل التضارب، ما حددناش زيرو مع زيرو بالظبط، فهو ضربت في الحته دي اهي.